نتحدث عن جولة عروض الأعياد الفصحية التي تقوم بها فرقة مرنمو المهد في معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى، واللي بتقوم بمجموعة من الحفلات في مختلف المدن الفلسطينية في الضفة وأيضا في الداخل. صحيح، طبعا كل هذا بتنظيم من معهد إدوارد سعيد وأيضا بالتعاون مع اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس. خلينا نتعرف أكثر على تفاصيل هذه الجولة مع ضيوفنا هنا في الاستوديو، مع ميرا مرتا منسقة العلاقات العامة والإعلام في المعهد. يسعد صباحك. أهلا فيك معنا. وأيضا بنرحب بمدرب وقائد الفرقة وأستاذ آلة العود فيها إبراهيم خير. أهلا فيك معنا. صباح. أهلا وسهلا فيكم. خلينا نحكي أكثر عن هاي جولة العروض وكيف بدأتوا فيها، وبالأمس يعني كان الحفل في حيفا. كيف أول كان؟ البداية كانت بحيفا، وكانت بداية عن جد كتير حلوة كتير موفقة. بشكل عام إحنا فرقة مرنمو المهد هي تأسست بمثل هاي فترة بالأعياد الفصحية هداك العام، وهذه الفرقة هي إحدى الفرق الكتيرة اللي موجودة عندنا في معهد إدوارد سعيد، تابعة لفرع بيت لحم. احنا هذا بلشنا نعمل جولات سواء بالاعياد بالعيد الميلاد المجيد او بالاعياد الفصحيه. هاي السنه المميز انه احنا اول شيء تحت رعايه اللجنه الرئاسيه العليا لشؤون الكنائس، وكمان المناطق اكثر، يعني احنا ممكن اول مره احنا بنوصل حيفا. كان مشوارنا صعب وشاق لكن قدرنا نوصل، وكانت بداية جيدة، كان الحضور كتير ممتاز. يعني هذا كتير حلو إنه إحنا نشوف الحضور الفلسطيني اللي موجود في حيفا، فكانت بداية موفقة لإلنا. عندنا هلا أسبوع كامل من الجولات حافل. إحنا كمان مصرين إنه إحنا نكون موجودين في كل المدن الفلسطينية، لأنه الاحتفال بالأعياد يعني هو لا يقتصر على إنه إحنا نكون موجودين في منطقة واحدة، لا، إحنا كلنا فلسطينيين سواء هون في الداخل. إن شاء الله نقدر غزة كمان يعني، بس لا كان كتير حلو إن شاء الله. أكيد نتمنى الوجود الفلسطيني يكون بعدد كافي، لأنه في تضييقات عم بمارسها الاحتلال أكيد. تحديدا هذه الفترة على كل الشعائر والمراسم اللي بتكون في القدس وفي مختلف المحافظات. وإحنا شفنا بالقدس يعني يوم الأحد أحد الشعائرين كانت التضييقات يعني. صحيح. فإحنا مصرين إنه التواجد الفلسطيني يكون موجود بالداخل أو بالقدس يعني. وبالإضافة لموضوع الاحتلال، أيضا إحنا الأعوام الماضية تأثرنا بجائحة كورونا. صح. بالتالي الاحتفالات لم تكن كما اعتدنا عليها بعيد الفصح المجيد. احكي لنا إبراهيم، كيف عم بتحضروا لتقديم إشي جديد للمواطنين اللي بيحتفلوا بهذا العيد؟ وهذا عيد يعني جميع الفلسطينيين بيحتفلوا فيه، ليس محدد على طائفة أو على ديانة حتى. أكيد، إحنا كانت بداية الفرقة في شهر 11 من العام 2020 سنة الكورونا. فتمت دعوة جميع الكنائس والطوائف في محافظة بيت لحم انه نحاول نسوي اوديشن صوت، انه اختبار اداء صوتي، انه نحاول نجمع كل الاصوات من الشباب والشابات الموجودة في المحافظة اللي قادرة على الاداء. وتم دعوة الكنائس واجتمعنا معهم، بعدين عملنا اختبار اداء صوت وجمعنا عدد من الشابات والشباب في هاي الفرقة. وطبعا هذا السنة يعني هاي السنة سنة 2020 وسنة 21 كانت كثير صعبة، فلذلك احنا حضرنا عرض فصحي زي هالأيام بالضبط، وتم عرضه بشكل لايف يعني على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه كان في عندنا حظر للكورونا، ممنوع حد يحضر، فكانت الناس في بيوتها واحنا كنا نعرض لايف. فهذه كانت البدايه انه كيف احنا بلشنا في الكورونا. فالكورونا كانت من احد العوامل اللي احنا دفعتنا نسوي فرقه. صحيح. فبرضه محافظه بيت لحم بشكل عام ما فيها فرقه دينيه بهاي الصوره، فاحنا كان القصد او الهدف منها انه اول شيء نسبح ونمجد الله، هذا شيء اكيد يعني. وثاني شيء انه نجمع هالطاقات وهالشباب اللي قادره على الاداء وقادره على الترنيم بالاضافه لفرقه العزف، ونجمعهم مع بعض ونعمل تراتيل دينيه في مختلف الطوائف، يعني شامله جميع الطوائف. حلو حلو جميل. طيب ميرا، خبرينا عن المدن اللي راح يكون فيها العروض. كمان احنا بنحكي انه هذه السنه تصادف عيد الفصح مع شهر رمضان. كمان عندكم عروض مختلفه اخرى أكيد. في معهد إدوارد سعيد في رمضان ومنها في القدس، يعني خبرينا عن كل هاي النشاطات. صحيح، يعني هو كمان إشي كتير حلو انه احنا تصادف يعني عيد الفصح المجيد مع رمضان، وهلا كمان عيد الفطر رح يجي بعد عيد الطائفه
الشرقية. احنا عندنا هلا جولة عروض مرنمو المهد، رح نكون اليوم في بيت سحور عندهم عرض، بكره رح يكونوا في القدس، بعده في عندهم الزبابدة، بعدين رام الله، بعدين الطيبة. عندنا احنا بشكل عام معهد ادوارد سعيد دائما بيحرص على الوجود الثقافي الفلسطيني خاصة في مدينة القدس. احنا دائما ما بمر شهر الا ما احنا نعمل عرض، او عادة يعني قبل كورونا كنا نساوي مهرجانات، يعني كان في مجال كمان انه نعمل مهرجانات. فإحنا رح يكون في عنا أمسية رمضانية في القدس في مبنى معهد أدوارد سعيد، مبنى المعهد الوطني في القدس، مع الفنانة سميرة خروبي وهاني أسعد. جميل جدا، كل التوفيق في هاي العروض. وبدي أرجع لإبراهيم هيك قليلا نحكي في الجانب الموسيقي، كونك مدرب وقائد هذه الفرقة، لأننا نتحدث عن عدة عروض وما في فترة زمنية طويلة بينها، بالتالي نحكي عن جهد وتعب ومسافات طويلة عم بتقضيها الفرقة وأعضائها بالتنقل، وبنفس الوقت بدهم يحافظوا على هذا التركيز وهذا الجهد لحتى يقدموا العرض بصورة لائقة. حدثنا شوي هيك عن التفاصيل الداخلية وتجربتكم بالتدريب والتحضير. طبعا الفرقة تمحورت حول مركزين، المركز الأول أو المحور الأول هو عيد الفصح هو العيد الكبير، المركز الثاني أو المحور الثاني هو عيد الميلاد المجيد. فإحنا الفترة اللي حضرنا فيها في البداية هي كانت عيد الفصح، وكان عبارة عن عرض لايف بسبب أحداث الكورونا. بعد هيك صار عندنا فترة التحضير لعيد الميلاد المجيد من ناحية اختيار الترانيم من كل الكنائس والطوائف عشان نشمل الجميع، نشمل كل المسيح الفلسطيني. فأخذنا فترة تحضير كبيرة لعيد الميلاد، وتكللت بالنجاح من خلال 10 عروض في مختلف المحافظات، هذا خلال السنة الماضية في شهر 12 وشهر 1 في عيد الميلاد. بعد هيك انتقلنا كمان مرة لعيد الفصح المجيد من خلال التحضيرات مع الفرقة، مع فرقة العزف، مع الجوكة، من خلال ترانيم تختص في أسبوع الألام، بداية من الصوم، فترة الصوم، وصولا لأحد الشعنين، وصولا للاثنين والثلاث والأربعة العظيم يعني، اللي هو عنا بنسميه الختن. بعدين نيجي على خميس الصلب اللي هو خميس الأسرار، بعدين مرورا بالجمعة العظيمة كمان في تراتيل لسبت النور، وانتهاء بالقيامة. فإحنا بنأخذ كل أسبوع الألام وكل فترة الصيام بتراتيل مختلفة عشان نشمل كل الطوائف وكل الكنائس بالطاقات الموجودة عندنا. والطاقات الموجودة عندنا من ناحية مرنمون الشباب وشابات، من ناحية عازفون كثير طاقتهم إيجابية وكثير رائعين وكثير عندهم قوة على الأداء. يعني فعندنا حماس كثير انه نسوي عروض اكثر واكثر. يعني واضح جهد كبير بنوجه لهم كل التحيه يعني فردا فردا اكيد. وطبعا كمان ما بنسى انه كل يعني كل عيد ميلاد او كل عيد فصح بيكون عندنا انتاج موسيقي، هذا كمان يعني واحنا دائما بننتظره وبكون حاضر معنا في فلسطين هذا الصباح فعليا. دائما في معهد ادوارد سعيد بكون عندنا انتاجات موسيقيه، في عيد الفصح بنسوي انتاج موسيقي للفرقه، في عيد الميلاد بنسوي انتاج موسيقي للفرقه. يعني معهد ادوارد سعيد دائما يمثل شبابنا وطاقاتنا الفلسطينيين بابهى صورهم. احنا مره اخرى بدنا نشكركم على كل هي الجهود وعلى يعني وجودكم ببهجه وبفرح في العاصمه في كل مدننا الفلسطينيه، وان شاء الله انه ما يتم تعكير هذه الاجواء من قبل الاحتلال وتمر هاي العروض والاحتفالات كلها بخير وسلام. شكرا لكم، كل عام وانتم بألف خير. انت بألف خير. شكرا.